السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمتجدد من شروحاتنا على قناتكم قناة تكنيك بوك. ندعوكم إلى النقر على زر اشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد القناة، أو تستجدونه على شكل اسم سبسكرايب. لا تنسوا بتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد القناة بإذن الله. كنا قدمنا فيما سبق دورة خاصة بإنشاء تطبيق قناة يوتيوب باحتراف. كنا قدمنا مقدمة لهذا التطبيق، ثم قدمنا على شكل خطوات الفيديو الأول ستيب واحد الخطوة الأولى، ثم قمنا بوضع الفيديو الثاني الخطوة الثانية، ثم تلاها الفيديو الثالث الخطوة الثالثة، ثم الخطوة الرابعة، ثم تلتها فيديوهات أخرى الخطوة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. هذا التطبيق من الصفر إلى الاحتراف، أي من الصفر إلى غاية النهاية. ثم قمنا بشرح كيف نقوم باستخراج شفرة أكواد الإعلانات الخاصة بأدموب في هذا الفيديو، وهناك أيضا قلنا سابقا كيف نضع إعلانات أدموب في أي تطبيق. ثم قمنا في الفيديو الثامن بوضع هذه الشفرة أو وضع قنوات يعني إعلانات أدموب على التطبيق. اليوم سوف نقوم بوضع إعلانات ستارت أب في هذا التطبيق. سوف نقوم بوضع إعلانات ستارت أب خطوة بخطوة في هذا التطبيق إلى جانب إعلانات أدموب. حتى وإن غلق تم خلق لكم إعلان يعني لا قدر الله إن تم غلق أدموب، سوف تبقى إعلانات شغالة على ستارت أب. نأتي إلى هنا إلى ريسيرش سنتر، نفتح موقع ستارت أب، سوف نضع لكم رابطه أسفل هذا الفيديو. نفتح موقع ستارت أب ثم ننتقل إلى ريسيرش سنتر. طيب، بعد أن نقوم بالاشتراك على شكل ببلشر، يظهر هنا نوعين من التطبيق، إما إيزو آي أو إس أو أندرويد. نحن التطبيق الخاص بنا هو تطبيق أندرويد، ننقل على أندرويد حتى نستخرج الـ SDK الخاصة بالأندرويد. نذهب، لاحظوا هنا العديد من الـ SDK، الـ SDK الخاصة بالأندرويد والإعلانات الخاصة بكونتنت لابس والإعلانات والـ SDK الخاصة بالUnity بالنسخ الأخيرة. هذا النوع الثالث من الـ SDK. كما نجد الـ SDK الخاصة بكوردوفا بإعلانات بتطبيق كوردوفا والبيكات أب. نحن نستخدم هذا التطبيق، نستخدم برنامج أندرويد ستوديو، لذلك سوف نقوم باستخراج الـ SDK الخاصة بالأندرويد. ننقر على من هنا على داونلود، ننقر على داونلود ليبدأ مع عملية تحميل SDK. طيب، هذا هو الـ SDK الخاص بنا. نقوم بفك التطبيق ما بداخل هذا هو الملف، نعمله اكستريت. نرجع الى الملف، ندخل الى الملف SDK، هذا هو ملف SDK. لاحظوا نأخذ هذه النسخة، نسخة 371. هناك عدة نسخ، من حين الى اخر قوموا بتحميل اخر نسخ للـ SDK الخاصة بستارت اب. سوف نحتاج اليها فيما يلي.
طيب نرجع إلى هنا ثم نختار الجيت هاب، نختار هنا SDK Integration Manual، ننقر عليه، ننقر هنا حتى يظهر ملف الجيت هاب الخاص به. هذا هو ملف الجيت هاب الخاص بنا، سوف نتبع كل الأوامر والتعليمات من هذا الملف Android in App Documentation، يعني حتى نضع الإعلانات ستارت أب بكل احترافية وخطوة بخطوة. سوف نقوم بتعليمكم كيفية الطريقة الصحيحة لاستخراج ووضع الإعلانات ستارت أب على أي تطبيق. طيب ننزل إلى هنا، المرحلة الأولى، هذه هي المرحلة الأولى، يعني هي عندها لديها علاقة بالديبوندونسي، يجب أن نضع هذه الريبوزيتوري، يجب أن يكون هذا وهذه الكومبيل موجودة. هذه أول خطوة، نذهب إلى أندرويد ستوديو، لاحظوا هذا هو التطبيق الخاص بنا، خاص بإنشاء قناة تكنيك بوك. كنا فيما سبق قد وضعنا إعلانات الأدموب، هذه هي إعلانات الأدموب، وضعنا البانر في الأسفل، سوف نحاول أن نضع هذه المرة البانر في الأعلى الخاص بستارت أب، إعلانات ستارت أب سوف نضعها في الأعلى. طيب نذهب إلى أندرويد ثم نرجع نغير من أندرويد إلى بروجيكت، من هنا ننقر على بروجيكت، لاحظوا كيف يظهر التطبيق بهذا الشكل. نأتي إلى يوتيوب هنا ثم نختار أب، ثم نختار ملف الليبس، نذهب إلى تلك SDK التي قمنا سابقا بتحميلها، نعمل لها كوبي، نعمل لها كوبي ثم نرجع إلى التطبيق، ومن ملف لاحظوا سوف نضيف هذه الكومبيل، سوف نضيف هذه الكومبيل من ملف الليبز، نعمل بيست أو كولي بيست، ننقر على أوكي. لاحظوا قلنا بالعملية باحتراف، هذه هي SDK الخاصة بستارت أب، سوف نقوم بتصدير المكتبة الخاصة بستارت أب، ننقر فوقه بالزر الأيمن ثم ننزل إلى الأسفل ونختار Save as Library، ننقر على أوكي حتى نقوم بسحب المكتبة SDK إلى التطبيق، ثم نعمل Synchronization. ننتظر قليلا حتى يعمل سينكرونيزيشن للتطبيق. تم وضع SDK بنجاح، نذهب إلى الجرادل، جرادل موديل أب، ثم من الديبوندونسي لاحظوا من الأسفل الليبراري الخاصة بستارت أب، الكومبيل الخاصة بستارت أب من الأسفل، من هذا هو الديبوندونسي، لاحظوا في الأسفل هذا هو الكومبيل الخاص بستارت أب، هو نفسه هذا هو الكومبيل. قمنا بالمرحلة الأولى بنجاح، نذهب إلى ستيب 2 إلى المرحلة الثانية، لاحظ سوف نضع لكم هذه الكومبيل أسفل هذا الفيديو في هذا الرابط في هذا الملف، سوف نضعه لكم في رابط كل المراحل، سوف نضعه لكم في رابط أسفل هذا الفيديو، قوموا بتحميله فقط. نأتي إلى هنا إلى ملف الأندرويد مانيفست، نقوم بعمل كوبي لكل هذه البرميشن، كل هذه البرميشن نعمل لها كوبي، سوف نضع لكم هذه هذا الملف أسفل هذا الفيديو أيضا. نذهب إلى التطبيق، هذه هي البرميشن في ملف المانيفست،
نذهب إلى التطبيق من الأب من الأعلى، نختار مجلد المانيفيست ونفتح أندرويد مانيفيست، هذا الملف XML الخاص بالمانيفيست. هنا تحت الباكج مباشرة نعمل بيست. لاحظوا هناك بعض الكومبيل، مثلا هذه قلنا بوضعها هذه البرميشن، نقول نحذف سطر السطر، هذا السطر نقوم بحذفه. ايضا البرميشن خاصة بالنتورك نقوم بحذفها ان كانت موجودة. الويفي معذرة، البرميشن خاصة بالويفي نقوم بحذفها، وضعناها سابقا. وايضا البرميشن خاصة بالنتورك، هذه هي البرميشن خاصة بالنتورك نقوم بحذفها لاننا وضعناها سابقا، ونترك البرميشن التي لم نضعها سابقا في تلك البرميشن قمنا بوضعها في اعلانات ادموب، لا داعي لي لتكريره. ناتي الى اسفل نقوم بعمل كوبي لهذه الابليكيشن، نضعها بين الابليكيشن، نقوم بعمل لها كوبي، نرجع الى ملف المانيفيست، نعمل لكم كوبي في هذا الملف. دائما كل الخطوات التي نضعها خطوة بخطوة سوف نضع لكم في ذلك المجلد في ذلك الملف. هذا هو الابليكيشن، نأتي إلى أسفل حتى لا نخلط ونقوم، هذا هو يقول لك أن تضعها بين ابليكيشن، بين هذا الوسم. نأتي إلى أسفل قبل سلاش ابليكيشن، هنا نترك فراغ، لاحظوا سلاش ابليكيشن نترك فراغ قبله، ونعمل بيست هكذا لتلك الاكتيفيتي، ثم نرجع من جديد نترك فراغ، نرجع الى ملف الجيت هاب، نقوم بعمل كوبي لهذا السيرفيك لهذا السيرفيس، هذا كوبي ونضعه هنا، نعمل بيست هنا، هذا هو بهذا نكون قد انتهينا من المرحلة الثانية. نرجع إلى ملف الجيت هاب. الآن نأتي إلى وضع الإعلانات. قبل وضع الإعلانات يجب أن نعمل المرحلة الثالثة initialization، نقوم بعمل كوبي لهذا السطر حتى نضع الاب اي دي، نضع الاب اي دي بداخله. نذهب الى الصفحه التي نريد ان يظهر بها الاعلان، الماين اكتيفيتي ليكون الماين اكتيفيتي، وناتي تحت الاون كرييت، ناتي نختار الاون كرييت، نبحث عن الاون كرييت، طيب هذه هي on create، نضع ذلك السطر تحته مباشرة هنا، نعمل paste. طيب نعمل import class بالنقر على زر alt control من الكيبورد، import class، لاحظوا تم عمل import للكلاس الخاص بي ستارت اب، الاس دي كي الخاصة بستارت اب، امبورت كلاس الخاص بالاس دي كي. لاحظوا هذا يور اب اي دي، هذا الجزء سوف نقوم بوضع الاي دي الخاص به، كي من اين نحصل على هذا الاي دي الخاص به. نذهب الى نرجع الى ملف او موقع ستارت اب لاستخراج يور اب اي دي، الاي دي الخاص بالاعلانات. طيب نرجع الى موقع ستارت اب، هذا هو
نأتي إلى هنا أناليتيك. أو ماي أب، من هنا نختار أد نيو أب كما تشاهدون. أد نيو أب، نضع هنا، نضع، لاحظوا يور أب، نضع الرابط الخاص بالتطبيق. من أين نحصل عليه؟ نحن لم نقم بنشره بعد. لاحظوا، قوموا بعمل كوبي لهذا الجزء، ثم نذهب إلى التطبيق ونختار الباكيج نيم الخاص به. هذا هو الباكيج نيم، نعمل له كوبي ونضيفه ونقوم بإضافته إلى هذا الجزء هنا بعد العملية تساوي. أي تطبيق قوموا بنفس الطريقة، سوف نضع لكم نفس الرابط أسفل هذا الفيديو في ملف. نضع، هذا هو رابط الذي سوف يظهر عليه التطبيق على بلاي ستور. أي تطبيق سوف يظهر بنفس الرابط، يعني الجزء الأول ثم الباكيج نيم تساوي باكيج نيم. من هنا نقوم بتسمية التطبيق. نحن قمنا بتسميته سابقا ب يوتيوب أب بهذا الشكل. يوتيوب أب هو عبارة عن تطبيق أندرويد أم إيزو. نحن نختار أندرويد ثم ننقر على أد أب، ننقر على أد أب. طيب، قام بمنحنا رقم هذا الأب آي دي، هذا هو الأب آي دي، ذلك الرقم الذي نحتاجه الذي سوف نقوم بوضعه هنا، يور أب آي دي سوف نستبدله. نقوم بعمل كوبي فقط لهذا الرقم، نعمل له كوبي ثم نرجع إلى التطبيق هنا مكان يور أب آي دي، هنا نعمل بيست. طيب، ها قد جهزنا شفرة الإعلان أو الدليل الخاص بالإعلان. نرجع إلى ملف الجيت هاب. الآن سوف نقوم بوضع الإعلانات الخاصة بالبانر والأنترستيتيال الخاص بالستارت أب. نبدأ أولا بإعلانات البانر، هذا سبلاش، إعلان سبلاش. نحن سوف نضع أولا إعلانات البانر، فقط ننزل إلى الأسفل. هذا إعلانة الأنترستيتيال، كيف نضع إعلانة الأنترستيتيال؟ ننزل إلى الأسفل وهنا كيف نضع، لحظة، هنا هذه إعلانة البانر. البانر فقط يكفي فقط أن نقوم بعمل كوبي لهذه الأسطر. طيب، هذا هو البانر، قوموا بعمل كوبي لتلك الأسطر. طيب، هذا هو البانر، نقوم بعمل كوبي لكل هذه الأسطر الخاصة بالبانر من دون أي تغيير. نذهب إلى التطبيق ونختار ملف الـ XML الذي سوف نريد أن يظهر فيه التطبيق. نختار، نذهب إلى الـ Content Main أو مثلا. لاحظوا، كنا سابقا قد وضعنا إعلانات الأدموب في الأسفل كما تشاهدون، هذه إعلانات الأدموب في الأسفل. الآن نريد أن نضع إعلانات ستارت أب في الأعلى، البانر الخاص بستارت أب سوف يظهر لنا في الأعلى في هذا المكان في الأعلى. ماذا سوف نفعل؟ نأتي إلى التكست ومن الأعلى بوطون. طيب، هنا فوق البوطون سوف نضع إعلانات ستارت أب. هنا هذا هو إعلان ستارت أب، سوف نريد أن تظهر هنا، هي لا تظهر حاليا لكنها سوف تظهر مباشرة فوق في ذيك المساحة فوق البوطون الفيد تكنيك بوك. نعمل build apk،
نعمل ها قد تم تعمل بويلد أبي كي، نعمل شو إكسبلورر ثم نفتح جيني موشن. هذا هو نفتح جيني موشن، لحظات ويفتح لنا جيني موشن. ها قد تم فتح جيني موشن، نقوم بعمل انستال لذلك التطبيق الجديد حتى نرى هل اعلانات الادموب والانترستيتيال والستارت اب شغالين ام لا. سوف نرى هل تطبيق هل اعلان ستارت اب يشتغل ام لا. لقد فتح لنا التطبيق، هذا سبلاش الخاص ب ستارت اب. لاحظوا اعلانات هذا سبلاش الخاص ب بالادموب او الانترستيتيال، اعلانات الانترستيتيال هذه الخاصه بالادموب لاعلانات الانترستيتيال. لاحظوا في الاسفل هنا يوجد اعلان ادموب، هذا هو اعلان ادموب البانر، اعلان بانر الخاص ب الخاص بالأدموب الذي قمنا بشرحه في الحلقة الثامنة، في الخطوة الثامنة هنا في هذا الفيديو قمنا بشرح كيف نضع إعلانات الأدموب الانترستيتيال والبانر في هذا التطبيق. سوف تجدون كل الشروحات في هذا الفيديو. وهذا ومن الأعلى هذا هو إعلان البانر الخاص بستارت أب. إذن إعلانات ستارت أب الخاصة بالبانر شغالة 100% إلى جانب الأدموب، إعلانات الأدموب. ننتقل الآن إلى وضع يمكننا أن نضع كل هذه الشفرة نضعها في باقي الصفحات. نعملها فقط كوبي فقط ونضعها في باقي الصفحات، مثلا في الكونتنت بلاي ليست هنا كما تشاهدون في الأسفل نجد إعلانات الأدموب، ونضع في الأعلى إعلانات البانر الخاص بستارت أب. هكذا نفس الشيء بالنسبة للكونتنت فيديو شين، سوف يظهر في هذه المنطقة. نفس الشيء في الفيديو شانل نضعها نفس الشيء. نرجع إلى جيت هاب لنضع إعلانات الانترستيتيال الخاصة بستارت أب. نضع إعلانات الانترستيتيال الخاصة بستارت أب. إعلانات الانترستيتيال فقط يكفي فقط عمل كوبي لهذا السطر ستارت أب أد شو أد بين قوسين ذيس، نعمل لها كوبي. نذهب إلى التطبيق، ونضعه هنا تحت الأب آي دي مباشرة. نعمل import class لهذا import class. لاحظوا الـ SDK فوق تأتي مباشرة import class الخاصة به فوق الـ SDK جنبا إلى جنب الخاصة بستارت أب. بهذا نكون قد وضعنا إعلانات أو إعلانات الانترستيتيال الخاصة بستارت أب. نعمل build apk
لتجريب هل إعلانات الأنترستيل شغالة أم لا. تم عمل بويلد APK، نعمل شيو إكسبلورر، نقوم بتثبيت التطبيق من جديد على جينيموشن لتجربته. منتظر انتهاء تثبيت التطبيق. هذا هو سبلاش الخاص به. اعلان، هذا سبلاش الخاص ب الانترستيتي الخاص بالادموب. لاحظوا هذا الانترستيتي الخاص بالادموب. البانر الخاص ب ستارت اب. نقر فيديو تيك. ننتظر ظهور الإعلانات فقط، الإنترنت ربما يكون بطيء. طيب هنا لاحظوا إعلان ستارت أب البانر من فوق. لاحظوا إعلان البانر ستارت أب الخاص بالبانر قد ظهر في صفحة البلاي ليست المخصصة لدورة قناة يوتيوب. لاحظوا في الأسفل إعلان أدموب في صفحة الفيديو شان. انتظار ظهور اعلانات او اعلان البانر الخاص بستارت اب. طيب نعمل لها كوبي الى باقي الصفحات حتى تظهر سبلاش الخاص بستارت اب في باقي الصفحات. ونضيف الاكزيت ادز، وهي لما نقوم بخروج من التطبيق يظهر الإعلان ويظهر سبلاش الخاص به. طيب نقوم بعمل كوبي، نقوم بعمل كوبي لهذا الجزء، ونذهب لا نذهب هنا. لاحظوا لما نعمل لها كوبي هنا، لاحظوا لما نعمل أسفل الفيديو لاحظوا يظهر هذا الخط الأحمر، مما يدل على أن ليس في آخر الميثود الخاص بالأونكرييت، نضعه في آخر ميثود الخاص بالأونكرييت فقط. طيب ماذا نفعل لحل هذا المشكل؟ سوف أن كيف نجد آخر الميثود الخاصة بالأونكرييت. طيب نصعد إلى الأونكرييت، هذا هو الأونكرييت، ننقر هنا معذرة، هذا الأونكرييت الخاص بأول ميثود، هذا هو الأونكرييت. ننقر هنا، سوف يقوم بتلوين كل الميثود. ننزل أب، آخر الميثود هو هذا، هذا هو آخر الميثود. ننزل هنا ونضعه أسفل هذا الميثود هنا. طيب هنا نعمل له بيست. لاحظوا أن المشكل مازال، لماذا؟ لأن نفس الميثود هو مكرر مرتين. لاحظوا هذا الميثود، هذا الميثود public void هو نفسه هذا الميثود، يعني مكرر مرتين. ماذا نفعل؟ نقوم بإزالة فقط بأخذ هذين السطرين، أقوم بأخذهما كوبي ووضعهما هنا، لأن الميثود كنا وقد وضعناها سابقا، نقوم بوضعهما هنا ونزيل كل هذه الميثود هكذا لنحل هذه المشكلة. بهذا نكون قد حللنا كل المشكلة. نعمل build APK، نعمل show APK، نقوم بعمل انستال للأبيكي ديبوغ من جديد بهذا الشكل.
نفتح لنا تطبيق. هذا هو سبلاش الخاص ب ستارت اب، اعلانات البانر الخاصة بستارت اب والادموب. هذا اعلان انتر سيتي الخاص بالادموب، انتر سيتي الخاص بالادموب. نخرج منها. البانر الخاص بستارت اب هو البانر الخاص بالادموب شغالين. لاحظوا هذا هو الانترستيتيال الخاص بستارت اب، هذا هو الانترستيتيال الخاص بستارت اب شغال 100%. لما نحاول الخروج فقط يظهر لنا نعمل له كوبي لباقي الصفحات في الكلاس الخاص بالبلاي ليست. قلنا نختار on create، نعمل paste، ثم ننزل الى ها هنا نختار اين تنتهي on create بهذا الشكل، ننقل مرتين، نضع تحتها مباشرة، نلاحظ أن الميثود هو نفسه هذا قد وضعناه سابقا، فقط نقوم بعمل كوبي للمحتوى ووضعه في الميثود الثانية ونحذف هذا الميثود، نضع المحتوى الخاص هنا، السطرين هذين السطرين نضعهما هنا، نعمل طيب كل شيء تمام، نعمل build apk، نقوم بعمل نفس الشيء في صفحة الفيديو شين، نعمل show اكسبلورر. لاحظوا هذا هو اعلان الانترستيتيال او الانترستيتيال الخاص بستارت اب. سوف نعيد تثبيت التطبيق من جديد حتى نشاهد كل التغييرات. هذا سبلاش الخاص بستارت اب، البانر الخاص بستارت اب او الاسفل البانر، هذا الانترستيتيال الخاص بستارت اب، هذا الخاص بستارت اب. نلاحظ هو يختلف تماما على اعلانات الانترستيتيال الخاصه بالادموب في عدة اشكال، من بينها يكون شفاف وزر الخروج يكون مخالف، هذا الزر يكون مخالف. لاحظوا هذا هو اعلان ستارت اب الانترستيتي الخاص بستارت اب، لاحظوا كيف يظهر. إذن إن إعلانات البانر والأنترستيتي الخاصين بستارت أب شغالة 100% في التطبيق كما تشاهدون، كلها شغالة 100% إلى جانب إعلانات الأدموب، يعني كلها شغالة 100%.
وحتى نقوم بالتفريق بين ستارت اب والإعلانات الأدموب، نقوم بعمل ديزاكتيف لإعلانات ستارت اب بإضافة شلطتين فقط، نقوم بإضافة هذين الشلطتين لعمل يعني لتعطيل إعلانات الستارت اب الانترستيتيال، نقوم بتعطيلهم كما يلي إضافة شلطتين. ثم نذهب إلى فيديو شانل، نقوم بتعطيلهم أو المين اكتيفيتي أيضا نقوم بتعطيله، ثم نعمل بويلد أبي كي. كما تشاهدون قمنا بتعطيل الإعلانات الانترستيتية الخاصة بستارت أب شو إن. نقوم بتثبيت التطبيق من جديد، لاحظوا هذا إعلانات الأدموب، ظهر الانترستيتيال إعلانات الانترستيتيال الخاصة بالأدموب فقط، وظهر البانر الخاص بهذه الإعلانات الانترستيتيال، وظهر البانر الخاص ب ستارت أب، وكذلك هذه لم نقم بتعطيلها، قمنا بتعطيلها فقط في المين اكتيفيتي. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. لا تنسوا بالنقر سبسكرايب للقناة حتى يصلكم كل جديد القناة. لا تنسوا أن تتركوا أي استفسار أسفل هذا الفيديو. إلى الدروس القادمة، إن وجدنا تحفيزات سنواصل مثل هذه الدورات، وإن لم نجد تحفيزات مثلا في المشاهدة نسبة عدد المشاهدة فسوف نكتفي، ربما لأننا لن نتشجع ما دام الجمهور لا تليق به مثل هذه الفيديوهات، سوف لن يشجعنا هذا. ربما هل سنتوقف أم سنواصل في شرح تطبيقات مماثلة أخرى؟ سوف يتوقف هذا على نسبة المشاهدة التي منذ بداية الدورة وهي ضئيلة وضئيلة جدا. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح هذا الفيديو، كيفية وضع إعلانات ستارت أب في تطبيق قناة يوتيوب خطوة بخطوة إلى جانب إعلانات أدموب. كل الخطوات سوف أضعها لكم في ملف رابطه أسفل هذا الفيديو، قوموا بتحميله فقط، أو يمكنكم أن تتصلوا بصفحة الجيت هاب الخاصة بي من موقع ستارت أب لاتباع كل المراحل، وهذه المراحل هي صالحة في أي تطبيق. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح.
إلى شروحاتنا اللاحقة في دوراتنا اللاحقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى ذلكم الحين لا تنسوا بالنقر على سبسكرايب للقناة، أي استفسارات واتركوا لنا استفساراتكم أسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.